كان هناك يمكن اقول بانه خط وسط ميدان فريق ممتازة من النقاش. متابعة المحاولة، هذه محاولة خطيرة، هذا هو الهزوز، هذا هو الهزوز، قلت بانه يتحين الفرصة وينتظر وينتظر جدا. نتابع الان، يمسك الكرة، يراوغ ويصوب، امكانيات عالية، لاعب واعد. هنيئا للوداد بهذا الهدف، وهنيئا بهذا اللاعب رضا العجوز. كرة مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرة مثالية صوبها بتصويبة مليمترية واجهز بهذه الطريقة الجيدة. فرح رجع هذا الحاجز الدفاعي لفريق الوداد. عصام الرقي، وهدف ثالث، هدف ثالث لفريق الرجاء، هدف ثالث لفريق الرجاء، والمسجل عصام الرقي بطريقة متميزة. هذا هو الواقع، عصام الرقي استخدم كل خبرة دياله وكل الحمولة اللي يعني بدل ضائع من الجولة الثانية. 3-0 لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا كيف يعني سدد عصام الرقي بطريقة يعني مركزة، فقط الحارس زهير العروبي تابع الكرة بالأعين ديالو. لاحظ يعني فما كانش خطأ لا ديال الحائط ولا ديال الحارس. خطيرة الآن لفريق الوداد. باكاري كوني، شنو غادي يعمل الآن باكاري؟ يا سلام يا سلام، الوداد تصنع الأفراح، الوداد تصنع الأفراح وبالعلامة الكاملة. ماذا الوداد؟ طوفان بمدرجات الوداد، أشعلها هجهوز وزينها بكاري كوني. الوداد في أحسن الأحوال، الوداد في أحسن الأحوال، والرجاء ليست كما عودتنا. باكاري كوني قذيفة أرجو، يبحثون من خلالها عن هدف التعادل. كرة السادة، جول، هدف التعادل، سيناريو جديد متجدد ينضاف للدرب العاشر بعد المئة من أقدام لاعبي الرجاء. تتعادل الكفة بهدف التعادل. هنا الإعادة، حسن الطاهر سدد الكرة مباشرة في مرمى الحارس نادي المغري بشكل ممتاز جدا. 1-1 مباراة، وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي بورجي مدن سيفان، محاط بأربعة ثلاثة لاعبين، كريمات الدودي، جويعة، لويسي، مدن سيفان، لويسي يستير فرصة، هدف، جول، هدف الموسم، هدف قاتل، هدف من الروعة بمكان. كما قلت إلى تلوينة سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس مدينة الطرفية سيد اليمنى، ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب بهذه العبارة، الله غالب نزل على بكل الثقل ديالو. أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه، كيف ما بغى تكون إمكاناته، لا اعتقد انه يمكن يلتقط الكره. هدف من الروعه بمكان، ويمكن نقول الان الوداد يمكن باقى دقيقه ولا 30 ثانيه. الوداد ما بغيتش نتسرع ونقول مبروك للوداد اللقب، لان الكره لا تنتهي الا مع الصافره النهائيه، ولكن حلاوه كره القدم هو فريق التوج بهذه الطريقه وبهذا المجهود. اذا الثلاثي وراء هذه الكره، ياسين الصالحي، شكله ياسين، شكله ياسين، ياسين عينك على الشباك، عينك على التعادل. جول جول، الرجاء الفراشة، الرجاء المتعة، ما روعك يا بورسوك، ما روع هدفك يا بورسوك، جيبه من الشبكة يا بورسوك. الإعادة لنستمتع بهدف ولا أحلى ولا أجمل يا بورسوك، باليسرى بحثت عن الشباك، باليسرى تغازل الشباك، باليسرى نعم تمزق الشباك. 1-1، صعيب عليك يا نادر، صعيب عليك يا نادر، تبقى كبير يا نادر، تبقى في أعيننا عنكبوت يا نادر.